تعالي يا عيني، تعالي في حته مفاجاه معايا. بس قولي المفاجاه ايه؟ معايا بابا في العربيه بره. بابا خبر عايزني اقابله بالمنظر ده كده؟ حلو قوي 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 قوي. مش كنت تقولي؟ تعالي بس فرصه. مساء الخير يا عم. مساء النور يا بنتي. هي دي بقى جميله يا بابا. اهلا 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 بيك. ما شاء الله، والله عرفت تنقى ممدوح. ميرسي يا بابا. قولي لي يا انسه جميله، ممكن نيجي نزوركم؟ تشرف يا عم تشرف. طب ما تيجي تفضلي، انت رايحه فين؟ تعالي نوصلك. لا انا عندي محاضره دلوقتي. طب يا بنتي ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا قوي يا عم. سلام. اذنك. صابر ده انت من الصبح على الوقفه دي. لا اصل ممدوح زميلي عايز يجي قبلك هو ووالده. صحيح بيحبك؟ بيحبك ده ايه؟ ما هو لازم يحبك. المهم انت بتحبيه؟ ايه ده، انا اتمنى اشوفك عروسه ومسددة في بيتك. ده احسن اخ في الدنيا صابر. برافو عليك، جيت في ميعادك بالظبط. ونجاحك في العمليات اللي فاتت دي بقى هيخليني اشغلك في العمليات الكبيره في الملايين. وماله يا باشا؟ مفيش مشاكل. عظيم ده. ولا يا باشا ده باك وتحت الحساب. حكايه تحت الحساب دي كترت قوي يا باشا. وماله؟ ما انت قبل كده واخد فلوس يفضل لك 2000 جنيه وحسابك يتقفل خالص. غلط. انا نسبتي 15% في الشغل اللي فات. كده يبقى كتير يا صابر. الغالي ثمنه فيه، واظن البضاعه بتوصل سليمه ما فيهاش جرام واحد نقص. ايوه بس ده ما كانش اتفقنا لما جيت مع سيد. وماله يا باشا، البحر يحب الزياده. ده اخر كلام؟ فكر وانا تحت امرك. بالاذن. الرجالة ده طماعة قوي. ده طماعة قوي قوي. وماله؟ نقرص ودانه علشان يعرف ان القناعة كنز لا يفنى. ايوه بس ده من الصنف اللي بيتمسكن لحد ما يتمكن قليل الاصل. انا بالشكل ده زعل منك قوي يا سيد. ليه يا باشا؟ مش انت اللي جايبه لي ولا ايه؟ بس ده طلع مش ابن ناس خالص. مغرور. نعم؟ مغرور. اذا كان هو مغرور انا بقى ما فيش حد في الدنيا يقدر يلوي دراعي ابدا. ايوه باشا بس البضاعه اللي كان هيوصلها مرميه في المخزن بقالها يومين. سيب البضاعه دي انا هتصرف فيها، انما هو لازم اعرف بالظبط ايه ميه الولد ده. مساء الخير. مساء النور. انت الاستاذ صابر؟ ايوه انا الاستاذ صابر. انا ممدوح. وماله؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا بابا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. انت؟ انا هناسبك انت؟ يلا يا استاذ يلا. فهمني بس الحكايه بالظبط ايه؟ اللي انت جايبني عشان اناسبه ده حكمت عليه 5 مرات بالسجن. انا ادهم رمزي بجلاله قدره يجوز ابنه لاخت واحد مجرم؟ يلا يلا يا استاذ بلاش فضايح. بلاش فضايح تجرجرني وراك في كل حته وبسمع كلامك. انت جايبني في السباق هنا؟ اطلع اطلع كفايه كده.
مقصر يا صبر، انت كنت مثلي الاعلى. اعملي معروف يا جميله، كفايه اللي انا فيه. وبعدين انا خلاص توبت عن الشغلانه دي، ما عادتش تلزمني صدقيني. توبت؟ طب والماضي؟ انسيه يا جميله عشان خاطر انسيه. ما اقدرش يا صبر، الماضي زي ظل البني ادم يفضل ملازمه لغايه لما يموت. سامحيني يا جميله، انا مش مجرم، بس الظروف، الظروف هي اللي حكمت عليا وعليك. خلاص يا صبر، من النهارده انا من سكه وانت من سكه. ايه ده؟ معقول انت يا جميله اللي تقولي كده؟ اسمع يا صبر، انا خلاص ما عادش ليا مكان هنا. لا يا جميله، البيت ده بيتك انت وهشام، انا اللي خلاص ما عاد ليش مكان فيه.